نروح برضو لوزارة المالية اللي أصدرت بيان أمس الأربعاء، وتقرير تلقاه وزيرها هاني أدري أظهر انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4.4 مليار جنيه سنويا، الحمد لله رب العالمين. وده طبعا بفضل قرار نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، وحسابات الهيئات الاقتصادية من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. ده خبر هام جدا. وأكد الوزير في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت أن إن الوفر المالي المتحقق من الإصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد عن 4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 13.2 مليار جنيه في صورة إيرادات إضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. خبر إيجابي آخر جداً، أرجوكم أشاروا الإيجابيات. خبر إيجابي وهام جدا، لأنه يمكن الاقتصاديين والماليين اللي بيتفرجوا علينا، يعني بحكم خبرتي المتواضعة في الشؤون المالية دي، يعني بيبقى مهم جدا أن أنت تعمل هذه النقلة، وأن أنت يبقى عندك صناديق وأذون خزانة داخل الخزانة العامة للدولة اللي تابعة للبنك المركزي. ده بيبقى ليه مردود آخر خارجي مهم جدا عن الوضع المالي والاقتصادي في مصر بشكل عام.